السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من شكل الخط كنت كنت بزافة من حاجة هذا البرنامج الكثير. أعزك الله لله. من حاجة بغيت نهضر معاك أنا. مرحبا. كنت اللي كنصوم الحمد لله مني ما عنديش الصحر. يا اي حاجه كندير فيها يديك ما كتصدقش ليا. ما شاء الله بحال شي بنتي سعيده. بغيت الرقم ديالك لو سمحتي. واخا مرحبا بنتي نعطي لك باذن الله. بغيت نسول هذا الزهر هذا بحال شي بنتي كيوقع لك اللي وضعتي فيها يديك مثلا في اي حاجه في الزواج اي حاجه ما كتصدقش ليا. لا اله الا الله لا اله الا الله ما شاء الله. وباش كتفسريها لاله سعيده هذه القضيه ديال عدم الزهر؟ مريضه اصلا ما شاء الله. توكل عندك توكل؟ واه باش عرفتي عندك توكل بنتي عندك الاعراض ديالو؟ واه الفار ديالك الرقيه الشرعيه ما شاء الله ما شاء الله بنتي الله يشافيك ويعافيك يا رب الله يشافيك ويعافيك. انا بنتي ندوزك الستوندار يعطوك الرقم الهاتفي وان شاء الله نتواصلوا فيما بعد. الله يشافي ويعافي لا اله الا الله. يحزننا ان البنات ديالنا والاخوات ديالنا في وطننا العزيز تلقى واحد النموذج ليس بالهين واحد العدد كبير عندهم مثل هذا الاحساس. يحزننا ذلك. بعض المرات كي الانسان ربما قد يتهيأ له عنده سحر او عنده شهوده او عنده توكل. هاد الشيء عنده اعراض باش نعرف راسي واش عندي التوكل. راه كاين علامات من بينها ان الانسان كيعود هزيل جدا والظفار ديالو كيتقشروا وكتلقى بانه كيخرج من فمه واحد السبع واحد السبع بحال الخيوط كيخرجوا بواحد القوه وكتلقى غادي وكيضعف. هذا علامه ظاهريه على ان عنده توكل ويعالج. التوكل هو واحد السم خبيث لا يقتل وانما كيجعل مولاه كيبقى يمرض ويبقى ينصل ويبقى يضعف حتى كي يوصل واحد المرتبه اللي هي مؤلمه جدا. وهادو اللي كيقوموا بهذا الامر هذا هادو قاتلين للنفس. اللي كيستعمل التوكل لاخيه المسلم هذا بمثابه القاتل. واللي قتل يبعث يوم القيامه مكتوب على جبهته آيس من رحمه الله. الله عز وجل كل واحد يقدر يغفر له. يقدر يفسد يغفر له الله تعالى، يسرق يغفر له الله تعالى، يكذب يغفر له الله تعالى، اي حاجه دارها يغفر سبحانه. الا القاتل اذا لم يتب سريعا. القاتل يبعث يوم القيامه مكتوب على جبهته آيس من رحمه الله. واللي كيستعمل التوكل لاخيه المسلم راه بمثابه القاتل حق عقلا وواقعا والعياذ بالله. اما بالنسبه لهذا الشيء ديال الرقيه الشرعيه اللي كيكون عن طريق ان المس حتى هو عنده العلامات ديالو. العلامات ديالو باش نعرف واش عندي مس هو ان الانسان في المنام كيشعر بان هناك ارواح خبيثه تريد ان تختلط بروحه. احنا كبشر جسد وروح. روحك طاهره نقيه صفيه لكن ملي كيوقع المس كتلقى روح خبيثه تريد ان تلتصق بروحك. وهنا كيوقع لك واحد النوع من الدوران واحد العذاب فظيع. وكاين اللي كيلمسوا المس سماه المس كتشعر بان جسم غريب يمسك هذا كيتسمى المس. كما قال سيدنا ايوب ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني ذاك المس كتشعر بانك انت جالس وجسم اخر كيدخل عندك كيمسك وكيشوكك. هذا علامه الصرع. وكاين اللي كيوقع لي صرع حقيقي كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه كلها علامات. إذا كانت هذه العلامات نقول بأن عندي صرع. ولا كانت هذه العلامة ديال التوكل نقول عندي توكل. والسحر العلامة ديالو مولاه دائما كيحلم أنه طير في السماء وسوف يقع على وجهه
في واحد المرتفع عالي وغيطيح على وجهه. اللي كيحلم دائما بانه غيطيح على وجهه معنى انه مسحور. هذه اعراض اوليه، العلاج ديالها بسيط بامر الله. هذا العلاج لا يتم الا باشياء معلومه، اولها تقويه الايمان والعقيده في القلب. راه اللي كيدير الرقيه الشرعيه وكيمشي عند العشابه وكيدير هذه الادويه راه كيمشي من الاخر، ما كيمشيش من الاول. راه في الاول الاولويات خاصو يقوي الايمان في القلب ديالو، وخاصو يعرف بان الله تعالى هو النافع هو الضار هو المحيي هو المميت، وخاصو يحسن التوكل على الله ويبث حزنه وشكواه الى الله قبل ما يبثها لواحد الراقي ولا واحد العشاب. خاصو يجلس مع راسه بينه وبين خالقه، هو سبحانه القادر على كل شيء، امره بين الكاف والنون، اذا قضى امرا انما يقول له كن كن فيكون. ما تحتاج الى مخلوق اخر، طبيب او راقي او عشاب ليساعدك. بدا في الاول بطرق باب الرحمن بالشفاء، وربي غيجيب الشفاء باذن الله. بنتي سعيده، الى عندك العكوسات، العكوسات بمدى تزول باشياء كثيره من بينها الاكثار من الاستغفار. الاستغفار الاستغفار الاستغفار، سبحانك يا الله. يقول النبي الأكرم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بعض العكوسات كتكون عند الإنسان مشددة لا تزول إلا بالاستغفار. إلى قدرتي يا بنتي سعيدة أنك دائما تكثري من الاستغفار الاستغفار الاستغفار، وفي الليل قبل ما تنعسي اقرأي سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قرأي سورة الليل، قريها مرة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة وترا، لأن سورة الليل فيها واحد السر رباني تدفع البلاء وتدفع العكوسات وتدفع النحس الذي قد يتبع الإنسان. لأن هذه الموانع وهذه العكوسات وهذا النحس هي في الأصل بحال الأرواح الخبيثة، بحال غيزو واحد الرزو، هي صور العلماء بحال غمامة سوداء، غمامة سوداء أو رمادية. كتلقى إنسان تبعه فين ما مشى تبعه، فين ما بغى يتزوج كتجي قدامه بينه وبين العريس، العريس كيتبان ليه غير غمامة سوداء. كيمشي يخدم كيدي دوموند دو ترافاي، كيدق واحد الباب شركة أو مؤسسة كتسبقو ديك الغمامة السوداء، الناس كتبان ليهم غير ديك الغمامة كينفروا منه. فين ما مشى كيلقى دائما ديك الغمامة السوداء تبعه، كتسمى التابعة، وهي اصلا روح خبيثه. هذيك الروح خبيثه نضيق عليها المجاري بذكر الله. والانسان دائما يتطيب، يستعمل بعض الطيب، عندنا بعض المواد الطيبه، المسك والعنبر والعود كنشمو، ما عندي شيء وصلي على النبي وربي سبحانه وتعالى كيجعل رائحه طيبه تنبعث اطيب من المسك، وكيجيب الله الشفاء. لالا سعيده، أسأل الله الكريم أن يشافيك يا بنيتي ويعافيك ويفتح لك باب الفرج. اللهم بحق قولك إن فتحنا لك فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم افتح لها باب التيسير، وافتح لها باب الفرج، وافتح لها باب الرضا، وافتح لها باب التيسير يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل كل عسير عليها سهل يسير. اللهم أمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وكنقول الأحباب ديالنا، مهما كانت المشاكل ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت الأمور صعبة، فإن الله عز وجل سوف يجد لنا المخرج القريب إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد سوف يقع الفرج. فقط أيها الأحبة الكرام، نبدأ أولا بماذا؟ بالتخلية. قبل التحلية، ما معنى التخلية؟ يعني لابد أن أفرغ قلبي وفكري مما سوى الله. الناس دابا كيبغي يتعالج ولا ما كيتعالج، حتى هو معمر اصلا، هو معمر معمر لخوي خوي في الاول. التخليه كيقولوا العلماء قبل التحليه، انني نخوي العقل ديالي والفكر ديالي مما سوى الله، يبقى عقلي كله مرتبط بالله وقلبي بالله ونفسي بالله. هنا التخليه. ثم التحليه غنبدا بذكر الله عز وجل، وانا ذاك اي ذكر قلته واي باب طرقته ربي سبحانه وتعالى كيتفتح بامر الله جل وعلا. وان شاء الله ان شاء الله بهذه الطريقه سوف يفتح لنا الابواب المباركه، وسوف يجعل كل عسير علينا سهل يسير ان شاء الله
إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا في ختام حلقة هذه الليلة نقول ذكرا علمنا إياه رب العزة، من قاله بصدق ويقين رفع الله عنه كل هم وكشف عنه كل شدة ورزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا بنا نكثر من الاستغفار لله جل علا ونقول: اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا مبدئ يا معيد، يا حي يا قيوم، نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا جميع الذنوب والخطايا. أستغفر الله العظيم حياء من الله، أستغفر الله العظيم رجوعا إلى الله، أستغفر الله العظيم فرارا من غضب الله إلى رضاء الله، أستغفر الله العظيم فرارا من سخط الله إلى عفو الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم من القنوط من رحمة الله، أستغفر الله العظيم من عدم القيام بحق الله، أستغفر الله العظيم من ظلم خلق الله، أستغفر الله العظيم من عقوق الآباء والأمهات، أستغفر الله العظيم من قطيعة الأرحام، أستغفر الله العظيم من اكتساب الآثام، أستغفر الله العظيم من حب الجاه والمال، أستغفر الله العظيم من شهوة القيل والقال، أستغفر الله العظيم من رؤية النفس بعين التعظيم، أستغفر الله العظيم من نهر السائل وقهر اليتيم، أستغفر الله العظيم من الكذب والحسد، أستغفر الله العظيم من الغيبة والنميمة، أستغفر الله العظيم من سائر الأخلاق الذميمة، أستغفر الله العظيم من كل ما يكره الله ظاهرا وباطنا، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم من كل ذنب يمحق السيئات ويضاعف يمحق الحسنات ويضاعف السيئات، أستغفر الله العظيم من كل ذنب يحل النقمات ويغضب رب السماوات، أستغفر الله العظيم من كل ذنب يميت القلب ويجذب الكرب، أستغفر الله العظيم من كل ذنب يشغل الفكر ويرضي الشيطان ويسخط الرحمن، أستغفر الله العظيم من كل ذنب يعقب اليأس من رحمة الله والقنوط من مغفرته والحرمان من سعة ما عنده، أستغفر الله العظيم من كل ذنب يوجب سواد الوجه يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، أستغفر الله العظيم من كل ذنب جرى به قلم الله وأحاط به علمه، أستغفر الله العظيم من جميع الذنوب والخطايا يا رحمن يا رحيم، أستغفرك من الذنوب التي تحل النقم، أستغفرك من الذنوب التي تغير النعم، نستغفرك من الذنوب التي تورث الندم، نستغفرك من الذنوب التي تقطع الرجاء، نستغفرك من الذنوب التي تكشف الغطاء، نستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب أذنبناه، نستغفر الله ونتوب إليه من كل فرض تركناه، نستغفر الله ونتوب إليه من كل إنسان ظلمناه، نستغفر الله ونتوب إليه من كل زور نطقناه، نستغفر الله ونتوب إليه من كل حق ضيعناه، نستغفر الله ونتوب إليه من كل باطل اتبعناه، نستغفر الله ونتوب إليه من كل وقت أهدرناه، نستغفر الله ونتوب إليه من كل سر أفنشيناه، نستغفر الله ونتوب إليه
من كل وعد أخلفناه نستغفر الله ونتوب إليه، من كل عهد خناه نستغفر الله ونتوب إليه، من كل لغو سمعناه نستغفر الله ونتوب إليه، من كل إثم فعلناه نستغفر الله العظيم، من كل عمل أردنا به وجه الله فخالطنا به غير الله نستغفر الله العظيم، على كل نعمة أنعم بها الله علينا ولم نؤدي شكرها نستغفر الله العظيم، من الرياء ومن المجاهرة بالذنب ومن قطع الرحم ومن عقوق الوالدين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا ولوالدينا ولذوي الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين يا رب. اللهم ببركة هذه الاستغفارات فرج عنا كل هم، نفس عنا كل كرب، شافي منا كل مريض، اجلب لنا كل خير، اغني منا كل فقير، وحقق رجاءنا ببركة هذا الاستغفار. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.